طالبت لجان المقاومة بحاضرة ولاية الجزيرة بتحسين الخدمات الأساسية بالولاية، خاصة توفير الخبز الذي بات يشكل هاجسا للمواطنين، إضافة إلى تدني خدمات الصحة بالمستشفيات، بجانب تدهور عمليات إصحاح البيئة المتمثلة في عدم وجود مكبات للنفايات ومحارق بالمستشفيات. وقد تمت أو قامت اللجان وبعثت بمذكرة لرئيس القضاء بولاية الجزيرة، طالبت عبرها بأحداث تغيرات في المناصب التنفيذية بما يحقق استقرارا عاما في مجال الخدمات المختلفة.